ومريم مريمتي نفعلي مريم ومريم مريمتي نفعلي مريم يغنى الحب إن كان نسبه فرح كبير أو حزن أكبر. ينادي مريم مريامة أغنية شعبية من التراث السوري، أصلها قصة حقيقية وقعت في ريف لواء إسكندرون أيام حكم العثمانيين، فاسمعوا لمريم تقص حكايتها. شاب وسيم بسمرة البلاد، طويل القامة، انسكب الليل في عينيه. كان يعمل في تجارة البضائع متنقلا بين الجبال. أثناء زيارته المعتادة للقرية وقع طرفه على مريم، فتاة جميلة حوراء العين مثله، يتدلى شعرها الحالك من غطاء رأسها منسابة. سحرته من النظرة الأولى وأشعلت في فؤاده نارا أرجعته إلى القرية مرات ومرات ليطفئها في رؤيا محبوبته، وهو لا يدري بأن مريم وقعت في حبه آنذاك. كانت البلاد تخضع للعثمانيين. في يوم ما مر ضابط بالقرية فلمح مريم بين فتيات ينقلن الماء وافتتن بها، فعاود المجيء إلى القرية في اليوم التالي يبحث عنها. تنبه أهل القرية للأمر، لكن خوفهم حملهم على السكوت إلا رجلا كبيرا في السن قال إن مريم مخطوبة. استشاط الضابط غضبا وغادر القرية مزمجرا. لما وصل الخبر إلى جميل سارع إلى بيت مريم يطلبها للزواج من أبيها وحكى لذويها قصة الضابط. وافقت العائلة وقررت إتمام مراسم الزواج سريعة، وبعدها يغادر جميل ومريم القرية قبل أن يدركهما الجنود. بعد 3 أيام حان موعد الزفاف، لكن الاستعدادات التي جرت في تكتم تام لم تكتمل. أحد عيون العثمانيين بالقرية أطلع الضابط على كل شيء، فأعد مذكرة توقيف بحق جميل بتهمة تهريب البضائع للزج به في السجن. اقتحم الضابط القرية وخطف مريم من منزلها. امتطى جميل حصانه وحاول اللحاق به، لكن الرصاص كان أسرع فقتل على الفور، وتحول العرس إلى دم وأزيز رصاص أسكت الحب. ومن حينها على صوت الأغنية مريم مريمتي عيني مريامة وعسكر عثمان لي أخذوا مريامة، غناها مطربون كثر وصارت مريم جميلة كل مريم محبوبة. سافرت الأغنية على ألسنة العشاق ولازمت أعراسهم يسعدون بها ويرقصون، لا يدرون بأنها قلب منكسر سرق منه عرسه. ومريم يا دي